ما كنت بعرف إنه الوشم لسه على رقبتها. شو يعني هالتبرير؟ لا هي حقيقة. الحقيقة لو كان هيك كنت خبرتني إنه حبيبتك القديمة عم تشتغل معك وما خبيت الموضوع. أنا ما كنت بعرف إنك رح تجي على الحفلة بنوم. آه مزبوط، أنت ما كنت ناوي إنه تعزمني ما هيك؟ لو إني ما رحت على الحفلة ما كنت شفت شي. أنت ليش رحتي على الحفلة؟ شو بدي أقول لك هلأ؟ أقول لك كنت رايحة مشان ورجيك وشي الحقيقي؟ أو عفوا لازم أقول لك كنت جاي مشان أشوف وشك الحقيقي، كأنه هي الجملة كانت مناسبة كتير لوضع مبارح. أنا كنت مفكرة أنه بعرف وشك الظالم، أساسا ما كنت بعرف شي بعد اللي شفته مبارح. هلأ أنا ظالم؟ إيه اللي عملته أنت ظلم. أنت ما حكيت لي شي عن إيجا بالوقت اللي أنا كنت فيه عم استناك هون لوش الصبح. أنت كنت عم تشتغل مع حبيبتك القديمة اللي حافرة اسمك على رقبتها. فريحة مين هي إيجا؟ في مية مشكلة، يعني موضوع إيجا بالنسبة إلنا ولا شي. هلأ لا تفوت المواضيع ببعضها، موضوعنا هلأ مو أنا وأنت. اسمك مكتوب على رقبة حبيبتك القديمة، هذا موضوعنا. طلعي أنا التقيت بإيجا بالصدفة وحتى شغله هني كان صدفة. هيك بتدافع عن حالك بس هيك؟ بما أنه عنا كتير مشاكل صار معك هيك صدفة وما حبيت تتنازل وتجي تفتح الموضوع. ما عم دافع عن حالي، نحن عن جد عنا مشاكل كبيرة ولهلأ لساتهم موجودين، ما طاروا بالهوا واختفوا. منتبه شو عم تحاول تعمل، لا تعذب حالك. ايه وشو يلي عم حاول أعمله؟ أنت عم تحاول أنك تهدمني. فريحة اللي بتعرفها مبارح المساء لما شافت هذيك البنت كان لازم تشق قناعها وتروح، ما هيك؟ بس طلع لساتني هون رغم كل شيء. ما رح استسلم. شو يلي بدك تعملي فريحة؟ يلا مو عم تحكي؟ قولي هالشي كمان. مو عم تقولي رغم كل شيء ما رح استسلم؟ شو يلي عم يخليكي هون؟ ليش ما عم تستسلمي؟ تفضلي الجريدة. هي مالها مفاجأة. شي كتير بيخجل والله. هذا الخبر بكرة ما حدا رح يتذكره. يا ريت أنا كمان ما أتذكره. يا ريت نحن كمان نقدر ننسى كل شي صار معنا من أسابيع. هالشي ما رح يصير. لما تحاولي تنسي شي غصبا عنك بتتذكري. موضوع النسيان هذا لازم نسأل حبيبتك القديمة عنه. واضح إنه ما كان بدها تنسى، لأنه لهلأ الوشم موجود. أنا رح أسأل إيجا ليش لهلأ ما مسحت هالوشم، بس ما رح برر لك سبب هالوشم يلي ماله قيمة. الشي اللي عم تقول عنه ماله قيمة هو اسمك. يلا شو عم بيصير هلأ؟ كأنه اتنين متجوزين وكل شي تمام بيناتهم وما عندهم مشاكل وعم بيتخانوا على حبيبة قديمة. نحن بحق لنا انه نحكي بهالشي؟ لا، نحن ما بحق لنا نحكي ابدا. أنا بدي أنزل مشان حاسب محمد وأعطيه راتبه، لأنه بتكون مرته هلأ صارعته. ليش المحاسبة ما عم تعطي؟ لا في وضع خاص، وبصراحة ما بدي إنه يحكي بهذا الموضوع بنوب. ماشي أنا رح أستناك هون. أنا رح أفتح. آه ليكو إجا صهرنا. محمد بالبيت؟ إيه تفضل لجوا. فوت لجوا لا تخجل، بالنهاية هذا بيت عمك. سهر انتي فوتي لجوا. تفضل محمد، دفع ديونك المصاري بكفوك. يسلم. والله يا هيك الديون بتندفع يا بلا، كل المصاري كاش. شفت بابا تحت شي؟ لا بس هو شافنا مبارح المسا مو هيك؟ نحن أصلاً طلعنا فوراً وهو ما حكى شيء.
ايه امير، كيفك اخي؟ منيح منيح كتير. انا وينك انت بالجامعة؟ كوراي وين انت؟ انا مشغول بالي عليك كتير. انا صرت بالجامعة امير. ماشي استناني، لا تعمل اي شي غلط اوعك، انا بدي اعبي بنزين وجاي. ماشي ما بطول. هاندم على فاند بيك؟ مثل المفاجأة. أنا عم بتذكر هالشي مثل الحلم بس. يعني هلأ إجا دور كوراي يستنى القبطان على الباب. إيلاي يلا منحكي بعدين. أنت شفتي شي هاندا؟ لا أنا هلأ إجيت. حكي لي شو قصة هاندا والأستاذ لافاند. شو بدك يعني أحكي لك؟ شو أنت ما عم بتشوف؟ هاندا عند لافاند بيك. شو وينه كوراي؟ بعتت كوراي على البيت. منيح له انه ما لازم يزعل. انا بعرف لافاند بيك منيح، ما بتوقع انه هو هاندا في شي بيناتهم. اذا هيك احكي له لكوراي، بما انك بتعرفيه منيح للافاند مشان يرتاح. انا بدي اروح على المحاضره. كلثوم اهلا وسهلا، شو اخبارك؟ الحمد لله. شو جاي لهون زيارة؟ بس كوراي راح البيت. بالله أنا اتصلت على تليفونه بس ما رد. الصبح كان طالع من البيت كتير بكير. أنا انشغل بالي عليه، قلت لحالي على الأقل بشوفه هون، بس ما استفدت شي. لا تشغلي بالك، هو هلأ بالبيت. أنا كتير آسفة بس تفاجأت شوي. تعالي نقعد هون شوي، تفضلي. كلتوم يا ريت في شيء قدر اني اقول لك يا او اعمله. كيف قدرتوا تتجاوزوا كل شيء انت وفريحه؟ كان في بيناتكم كثير مشاكل وعوائق، بس كيف قدرتوا ترموا كل شيء على جنب؟ انا قلبي ما حدا قدر يقرب عليه غير فريحه، والعوائق يلي كانت بجوز كانت بالماضي، بس انا عن جد بحبها كثير لبنت خالك. يلا انا رح روح جيب السياره، انت حكوا شوي لحتى ارجع. كانت ليلة غريبة بالنسبة لإلي وإلك. مزبوط كانت ليلة غريبة كتير. أنا لو كنت بعرف من قبل إنك هنيك بجوز كانت رح تكون ليلة أسهل بكتير إلي. أنا زعلانة منك كلثوم، بعرف أنت كمان زعلانة مني. انتي بتعرفي اكتر شي مزعلني منك فريحة؟ انتي نسيتيني وبعدين صرتي رفيقة هاندا مو رفيقتي. هاندا ما انا رفيقتي ابدا كلثوم، بس هلأ كمان ما عادت عدوتي. بس انتي اختي وحبيبتي، انتي حتى ما فيكي تكوني غريبة عني اصلا. اذا هيك ليش ما عم تساعديني هلأ فريحة؟ مانك شايفة وضعي كيف صار؟ لانه انا هلأ افهمت إنه لما بيكون في بين شخصين موضوع مشاعر، ما حدا بالكون كله بيقدر يساعدهم غير هن نفسهم. طيب أنا بوضعي شو لازم أعمل؟ كلثوم كوراي بيحبها من زمان لهاندا، شو فيك تعملي؟ لما بيكون عشقان كتير ما فيك تطالعي هالحب من قلبه. أمير شو صاير؟ لا تخافي هذا مو دمي. كيف يعني دم مين لكان؟ تخانقنا شوي. تخانقت مع مين؟ وليش؟ هذا بار، تعرفي عادي يصير هيك. صاير شي؟ كنت بدي أتأكد إنه مو صاير لك شي.
بنتك القديمة اتخانقت. مين ما كانت كنت رح اتخانق، غير هيك انا عندي اسباب. اذا عندك اسباب غير هيك لك ليش ما عم تحكي بصراحة؟ ليش نحن من ايمتى عم نحكي بصراحة؟ بكفي بقى، لا تحكي معي بهذا الاسلوب، لا تتحجج بهيك حكي. اذا هيك واقفيني لك، يلا احكي، خدي من ايدي هالحجج. وطيت راسك، الله لا يوفقك. شوفوا هالخبر، اطلع على هالمسخرة اللي وصلنا لها. امير شو هاد؟ طبعا انا هلا صرت كلب على بابك، وانربطت وما عاد فيني اتركك. محمد انت مالك علاقة بهالشي، عم بيلعبوها معي انا، بس انا بعرف مين اللي عمل هالشي. امير لوين رايح؟ رايح لمصدر الخبر. شو عم تسوي هون البنت؟ أمير فريحة شوفي انت منيحة؟ فورا اتصلي بالشرطة. انت شو عم تسوي هون؟ أمير أمير أنا أمير اهدى شوي. فريحة اتصلي بالشرطة، هي مو هربانة، طلعت من المشفى. تعي جانسو، اوعك تقربي من هذا الباب، عم تسمعيني؟ أنت منيحة؟ منيحة. هي كيف طلعت من المشفى؟ هي صار لها كم يوم طالعة. كيف يعني، ليه صادفتيها قبل؟ أي صادفتها مرة بالبناية. فريحة أنت ليش ما قلتي لي؟ أنا قلت لك الليلة اللي كنت عم دق لك فيها وما عم تسمعني كنت عم بقول لك. تبع المكتب العقاري ليش ما اتصل؟ فينا نحكي أنا وأنت شوي؟ أنا كيف هلأ بدي أتركك وروح وهي المجنونة برا؟ خلص لا تكبرها، شو بدك تعمل؟ رح أتصل مع المحامي. شفتي؟ شفتي شلون مخوفتك؟ لا مو هيك، بس في شوية قلق بقلبي، بجوز لأنه اتصلت فيني حبيبتك القديمة. كيف يعني؟ اليوم اتصلت فيني، ما بدي تتصل فيني مرة تانية. اتصلت فيكي؟ بس أنا ما عطيتها رقم تليفونك، كيف اتصلت؟ ما بعرف، أكيد مدبرته بشي طريقة. شو قالت لك؟ ما سمعتها، حتى إذا اتصلت ما رح اسمعها، إلا أنه ما تتصل فيني تاني مرة. أنا ما كنت متوقع أنها تتصل فيكي، بس أنا اليوم رح أسألها ليش هيك عملت. Thank you.
صاير معك شيء؟ ما بعرف، في هيك خوف جواتي كأنه في حدا عم بيخنقني. إذا في عندك شيء بدك تحكيه. ما عندي أي شيء أحكي، ما بعرف ليش هيك عم بيصير. عاصصني قلبي كأنه بده يصير شيء مو منيح. ليش اتصلتي بفريحة؟ مشان احكي معها. من وين جبتي رقمها؟ ايجا انت شو عم تساوي؟ شو عم تحاولي تعملي؟ يعني انا شو اللي عم حاول ساوي امير؟ انا عم حاول اني ساعدك وبس. مين يلي طلب منك مساعدة؟ مين ايجا قالك انه انا بحاجة لمساعدة؟ فهميني انت ليش هيك تصرفتي؟ طيب ماشي، بس فكرة شغلك مع الحبيبة القديمة كتير انتشرت، على القليلة بالنسبة لألك. لو انت ما وصلتينا لهالوضع ما كانت انتشرت. ماشي خلص لا تزعل. أمير. أمير. متأكدة إنه ما في عندك شيء لنحكي فيه؟ لفان بيك عن جد ما في شيء أحكي لك يا هلأ. حاسة كأنه في حدا عم بيخنقني. إذا بدك تطلع أنت، أنا بدي ضل هون وشم شوية هوا، بركي برتاح. بس أنا ما بقدر أتركك هيك لحالك. ما بعرف شو هذا اللي عم يصير معي، كأني عم بختنق. أمير أمير أمير. منصاب برصاصة وفي نزيف بصدره وبظهره. أمير محمد، محمد محمد، أنت منين؟ لك حدا يفهمني شو اللي صاير؟ حدا يرد علي شو اللي صاير معون؟ قلتلك بكرة. هاندا هاندا. أمير. شو؟ شو بو أمير؟ كوراي شو بدك؟ شو صاير له أمير؟ أمير حبيبي، مو قلنا نحن أنه فتنا على كل المشافي باسطنبول؟ بس هي رح تكون آخر مشفى أمير، رح نطلع من هون ونروح على بيتنا. يلا بكفي أمير، قوم اشتقت لك. أمير أنا هون جنبك. فريحة. رجلي ما فيهم شي، ما هيك؟ لا أنت ما فيك شي، الحمد لله كلك سليم. حدا تقوص غيري شي؟ محمد بس هو منيح هلأ.
أمير اسمعني، في عندي كتير شغلات بدي إلك إياها، في كتير شغلات بدي أسمعها منك. خلينا نخلص هالمسخرة ماشي؟ لكني أنا هون جنبك وعلى طول رح ضني معك. بتذكر هالحكي عم يجي من شي مكان؟ شو؟ الخوف. أنا هلأ عم بتذكر لما الخوف رجعك لعندي من قبل، بس هاي المرة ما رح يصير هيك شي أبدا. هالشي صار معي من قبل، من لما فتحت عيوني وأنا بالمشفى بعد ما صار معي حادث السيارة. هالمرة ما رح يصير. شو قصدك أمير؟ عم بيصير نفس الشيء. نحن مرقنا بهالوضع من قبل. كيفك اليوم؟ إن شاء الله أحسن. هلأ أحسن. أمير؟ ابني؟ طمنيني. صحي أمير؟ صاير شي مو منيح؟ إذا بدك تعي نحكي شوي. ما جاي على بالي أحكي نهائياً. أنا سمعت إنك رح تطلع فحبيت إني أشوفك. بعد شوي رح أطلع. أنا رايحة أشوف الممرضات لكان. فريحة؟ أنا رح أتصل فيك وأطمن عليك بكل فترة. كيف يعني؟ يعني بس ينشغل بالي عليك أنا رح أتصل. كم يوم ورح أرجع عالشغل؟ بس أمير أنا ما رح أرجع عالشغل. تخيل حتى أني ما تجرأت أني أروح لهنيك. حبيت أول شيء أني أحكي معك. أنت بتعرف أنه بعد كل اللي صار ما رح أقدر أني أرجع أشتغل هنيك أبدا. رح ترجعي وتستمري بالشغل. من بعد اللي صار معي ما بيصير تتركي. شو أنت مجنون أمير؟ يعني هلأ صحيح نحن ما قدرنا نثبت شيء، بس منعرف أنه ياوز هو اللي قوصك. أي بعرف أنه عمله، ما رح خليكي تتركي لأنه هذا اللي بده إياه. يا وسن جقدار ماله هين أبدا، ما عنده مزح بنوب، واتنيناتنا منعرف هالحكي. بعدين هذا عنادك رح يخليك تكون الهدف الأول لأله. هالكلب ما رح ينجح إيجا، ما رح يوصل لهدفه. أنت كمان ما رح تترك الشغل مشان ما يوصل. بس أنا ما فيني أعمل هيك، أنا ما فيني حط حياتك بخطر. إيجا أنا ماني شايف حدا جبان بهالغرفة، لا أنت جبانة ولا حتى أنا. إذا بده الجرأة عنا الجرأة. أنت ما رح تترك الشغل. أنت مجنون وبتعرف حالك مو هيك؟ أنا بعرف أنه ما رح أترك الساحة لواحد مثله. حكيت مع الممرضات، من هون لشي ساعتين رح يجي الدكتور ويشوفك. ايه منيح، لانه مليت وبدي اطلع. انا سمعت حكيك انت وإيجا، يعني بالحقيقة تسمعت عليكم. انا بعرف ليش ما بدك اياها تترك الشغل بعد كل اللي صار، ولسه بدك تعاند كمان. انا ما بدي ترضخ لضغطه وتهديده ماشي، بس انا خايفة عليك كتير. لا تخافي،
فريحة. عم بسمعك. روحي ارتاحي شوي. كنت بدك تقول هالشي؟ الحمد لله على السلامة أمير صراف أغلو. ولا أنت جاي تتمسخر علي؟ أمير شو صار لك؟ هاي مرتك؟ مين هاد؟ كأنه خليناك توقف ما؟ طلع من هون ولا حقير بسرعة. لا تخاف لأنه زيارة المريض بتكون قصيرة. لشو بدي خاف منك ولا أنت لازم تخاف مني؟ يا وسن جكتار الحمد لله على سلامته. انت فيك تطلع فورا من هون؟ انا اجيت وحطيت الورد عند الباب وراح امشي. امير انا وانت بنعرف انت شو عملت. ولا تفكر اني رح اتركك. ما بيكون اسمي امير اذا مرقت لك يا هيا واطي يا حقير. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.